السلام عليكم. جميع اللقاحات التي يتم تصنيعها تعتمد إما على مبدأ حقن الفيروس المضاعف أو الفيروس المقتول أو الحمض النووي لهذا الفيروس أو أجزاء من بروتينات الفيروس إلى داخل الجسم دون أن تسبب هذه اللقاحات أي مرض على الشخص الملقح، وإنما يقوم الجهاز المناعي في الجسم بالتعرف عليها وإفراز أجسام مضادة معدلة تستطيع أن تقوض من عمل الفيروس في حين دخوله إلى الجسم في المستقبل. اللقاح الأمريكي يعتمد آلية حديثة، هذه الآلية لم تتواجد في لقاحات سابقة، يتم فيها حقن الحمض النووي المرسال الذي يتم تصنيعه في المختبرات إلى الجسم، ليقوم هذا الحمض بتكوين بروتينات الشوكة التي يتعرف عليها الجسم ويشكل أجسام مضادة تجاه هذه البروتينات. دراسة المرحلة الثالثة للقاح شركة فايزر على 44 ألف مريض أظهرت سلامة اللقاح من التأثيرات الجانبية الشديدة وفعالية له بنسبة تصل إلى 95%، كذلك الأمر بالنسبة للقاح من شركة موديرنا شركة أخرى بنفس المبدأ. اللقاح الأمريكي ليس مرخص بعد من الـ FDA ويتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية السنة الحالية. بالمقارنة اللقاح الصيني يعتمد آلية مختلفة، هي نفس آلية لقاح شلل الأطفال التي يتم فيها تعطيل عمل الفيروس قبل حقنه إلى الجسم لتتشكل أجسام المضادة لأجزاء مختلفة من الفيروس عند الشخص الملقح. هناك ثلاثة لقاحات صينية بنفس المبدأ. تنتهي دراسات المرحلة الثالثة للقاح شركة ساينوفارم في نهاية الشهر الحالي على 60,000 متطوع في كل من الإمارات والبحرين ومصر الأردن من البلدان العربية بالإضافة إلى البيرو والأرجنتين. تبين في الدراسات المبدئية أن هناك مناعة جيدة بمستوى الضاد، لكن مستوى الضاد هذه أقل مما هي عليه في اللقاح الأمريكي. تم إعطاء ترخيص بالاستعمال المبكر لهذه اللقاحات في الصين وفي بلدان مختلفة منها البلدان العربية قبل استكمال دراسات المرحلة الثالثة. يبدو أن اللقاح فعال أيضاً، لكن نحتاج إلى الاطلاع على نتائج الدراسات النهائية التي تظهر هذه الفعالية والسلامة. لكن بأحد الاجتماعات تعرض 99 شخص لمريض كورونا، كان من بينهم 81 شخص ملقح باللقاح الصيني و18 شخص غير ملقحين. حدثت هناك 10 إصابات، كانت جميع الإصابات عند الأشخاص الذين كانوا غير ملقحين ولم تسجل أي إصابة عند الملقحين. لكن كما ذكرت لا يمكن البت بفعالية وسلامة اللقاح إلا بعد الانتهاء من تحليل الدراسات ومراجعتها ونشرها وإعطاء الرأي النهائي. شكرا لكم ودمتم بخير والسلام عليكم.